كنت سأل كم دين القتل في الشريعة الإسلامية؟ دين القتل تختلف، دين القتل العمد 100 من الإبل، 100 من الإبل مربعة أو مثلثة، منها 40 في بطونها أولادها، وأما في قتل الخطأ 100 من الإبل تكون مربعة، 25 بنت لبون و 25 بنت مخال و 25 بنت لبون و 25 حقة و 25 ولعة مخففة لأن تكون مربعة. نعم.